خطة من ثلاث مراحل تمتد على مدار 10 سنوات. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينشر وثائق تظهر خطة إسرائيل لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب. المرحلة الأولى من الخطة حملت عنوان المساعدات الإنسانية المستمرة لمدة 12 شهراً. ستنشئ خلالها إسرائيل مناطق آمنة خالية من سيطرة حماس، فيما يقوم تحالف من دول عربية بتوزيع المساعدات والإشراف عليها بإدارة فلسطينية. المرحلة الثانية من الخطة تبدأ في السنوات 5 إلى 10 اللاحقة، حيث سينشئ التحالف العربي المزمع بموجبها هيئة متعددة الأطراف تسمى هيئة إعادة تأهيل غزة، تدار من قبل فلسطيني القطاع للإشراف على جهود إعادة الإعمار وإدارة الشؤون المالية. أما المرحلة الثالثة فسمتها الوثائق مرحلة الحكم الذاتي، التي ستشهد احتفاظ إسرائيل بحق التصرف ضد التهديدات الأمنية، وفيها يتم نقل السلطة ببطء إما إلى حكومة محلية في غزة أو إلى حكومة فلسطينية موحدة. وبحسب الوثائق يتوقف ذلك على إمكانية نزع السلاح في القطاع واتفاق جميع الأطراف، بحيث تكون الخطوة الأخيرة هي إدارة الفلسطينيين غزة بشكل كامل مستقل والانضمام إلى اتفاق سلام. وتتمثل الخطة الإقليمية الأوسع وفقاً للوثيقة في تكثيف تنفيذ المشاريع الضخمة، بحيث تصبح غزة ميناء صناعي مهماً على البحر المتوسط، كما إن إحدى الأفكار التي طرحتها هي تحويل غزة إلى مركز رئيسي لتصنيع السيارات الكهربائية. ورغم أن الخطة ذكرت عدة أطراف من بينها دول عربية، إلا أنها لم تشر إلى ما إذا كانت إسرائيل نسقت مسبقاً مع هذه الأطراف أو حصلت على موافقتها.